مرحبا بكم. أقرت وزارة الكهرباء بأن الربط الكهربائي مع دول الجوار لن يحقق الاكتفاء للعراق، وأن الوزارة ما زالت بحاجة إلى 35 ألف ميجاوات لتصل إلى تحقيق الاكتفاء. ويعاني العراقيون من غياب التيار الكهربائي لفترات طويلة في ظل الوزارة الحالية والوزارات المتتالية منذ عام 2003، على الرغم من إنفاق عشرات مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء. وكان رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي قد أقر بوجود ملفات فساد خطيرة تسببت بعدم إصلاح القطاع الكهربائي وتوفير الطاقة للعراقيين، رغم إنفاق أكثر من 80 مليار دولار أمريكي، يؤكد خبراء أنها كانت كفيلة بإنتاج ضعف ما يحتاجه العراق من الكهرباء. حذر خبراء اقتصاديون من عمليات احتكار الدولار عبر مصارف أهلية، قالوا إنها مملوكة لمن سموهم بالأثرياء والمتنفذين. وقال الخبراء إن البنك المركزي هو المسؤول عن آداء المصارف والرقابة على الآداء الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن ما يجري هو احتكار للعملة الصعبة من قبل مصارف أهلية تابعة لجهات سياسية. وأضاف الخبراء أن اعتماد العراق على النفط جعل اقتصاده هشاً، بالإضافة إلى استنزاف العملة الصعبة باحتياجات ثانوية، مشيرين إلى أن عملية الفساد ترتبط بمشاريع اقتصادية خارجة عن الضوابط. حققت المصارف المساهمة بمزاد بيع العملة الصعبة أرباحاً تقدر ب 445 مليون دينار عراقي، حيث تشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن الأرباح تقاسمها 30 مصرفاً دخلت في المزاد واشترت قرابة 18 مليون دولار. وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ما يزيد عن 240 مليون دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار أمريكي. وانخفضت عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف إلى ما يزيد عن 17 مليون دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 222 مليون دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. دخلت شركات الحوالات المالية الصيرفة إلى السوق اللبناني بكل ثقلها، وذلك بعدما أنهكت المصارف وقيودها المشددة اللبنانيين، ولم يعد يقتصر عملها على التحويلات من الخارج، بل باتت تقدم خدمات تتنوع بين بطاقات الفيزا وقائمة هدايا الزفاف وحتى دفع الرواتب. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019، فرضت المصارف اللبنانية منذ الأسابيع الأولى قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج، مما جعل المودعين عاجزين عن التصرف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار سعر العملة المحلية في السوق السوداء. ارتفع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 30% في بورصة ICA للعقود الآجلة ليصل إلى نحو 2900 دولار في واحدة، من أكبر الأزمات التي تعيشها أوروبا. يأتي ذلك الارتفاع في أسعار الغاز بعد إعلان مجموعة غاز بروم الروسية عن وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نودر ستريم. وارتفع سعر الغاز في البورصة ICE للعقود الآجلة إلى 2855 دولار لكل 1000 متر مكعب، لتغلق اليوم على 2900 دولار. ننتقل بكم إلى أسعار العملات وكذلك أسعار المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي في أمان الله.